اهلا بيكم في فيديو الفايش الصعيد. الفيديو ده يا جماعه مش فيديو جديد، ده اختصار للفيديو القديم. الفيديو القديم كان طويل شويه وفي ناس كتير مش بتحب الفيديوهات الطويله، فالفيديو ده عباره عن خطوات وبس، يعني تعليقي هيكون على الخطوات فقط، انما الفيديو اللي فات فيه تفاصيل كتير جدا ومعلومات كتيره جدا، لو اتفرجتي عليه هتفيدك جدا جدا، وخصوصا لو انتي وصفه الفايش مش يعني بتنجح معاكي. ممكن تتفرجي على الفيديو الطويل لو حابه، ولكن الفيديو بتاع النهارده هيكون مختصر يدوب تعليق على الخطوات فقط. هنعمل النهارده الفايش بطريقه حلوه جدا، لو جربتيه بطريقتي ان شاء الله هيطلع معاكي ممتاز جدا. هنعمل كمان الخميرة بطريقة حلوة، هتطلعها معانا بالمنظر اللي انت شايفاه دوت، ناجحة جدا جدا. يلا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا، بس ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعلي جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد من قناتي. اول حاجة هنجهزها هي خميرة اللبن. اول حاجة طبعا بنعملها ان احنا بنعقم البرطمان كويس جدا. النهاردة هعقمه باستخدام بيكربونات الصودا او صودا الخبز. هنزل بالبيكربونات في البرطمان بتاعي، والبرطمان نظيف يا جماعة ومغسول، وهنزل عليها بمية سخنة بتغلي. بس انزلي كده بالتدريج علشان البرطمان ما يفرقعش منك. املي البرطمان بالمية واقفليه وسيبي المية فيه لحد لما تهدى، يعني مش هنقول تبرد خالص بس تهدى، احنا عايزين البرطمان يتعرض لسخونة المية اكبر وقت ممكن. هز البرطمان كويس كده علشان الغطا كمان يتعقم، واركنيه كده على جنب لحد لما نجهز مكونات الخميرة بتاعتي. انا بعمل خميرة الفايش من اللبن البودر، عندي هنا 50 جرام من اللبن البودر او كيسين من اكياس النيدو اللي بتتباع في السوبر ماركت، وعندي كمان 400 ملي من المية. هضيف اللبن على المية واقلبه كويس جدا لحد ما يبقاش عندي فيه اي تكتلات، وهاخد اللبن بتاعي دوت وهنزل بيه في كسرولة او حلة صغيرة او لبانة صغيرة او اي مكان انت هتغلي اللبن في ايه. هنركن اللبن بتاعنا دوت على جنب دلوقتي، مش هنغليه دلوقتي، هنجهز الاول بس مكونات باقي مكونات الخميرة معانا. انا هعمل معاكم الخميرة النهاردة من حمص المقلة، المرة اللي فاتت عملتها او الفيديو اللي فات عملتها من السمسم، ولكن النهاردة هغير وهعملها من حمص المقلة. عندي معلقتين كبار من معالق الاكل من حمص المقلة، وعندي كمان معلقتين كبار من معالق الاكل العادية من السكر. هضيف السكر كده في البرطمان، بس الاول طبعا هتخلص من المية. هنا هديت المية معايا شوية كده، فهمسك البرطمان بتاعي وافتحه واتخلص من المية تماما، واشطف البرطمان بمية من الحنفية. هنشف البرطمان بتاعنا بمناديل معقمة، مش بفوطة او اي حاجة، لازم مناديل معقمة، ننشفه كويس جدا، وبعد كده هننزل بالسكر في البرطمان. هنزل هنا بالسكر والحمص، ولكن الحمص قبل ما انزل بيه هطحنه كده في مطحنة الخلاط، هديله لفة كده في مطحنة الخلاط، مش عايزاه ينعم يبقى بودر، عايزاه نص طحنة يا جماعة، بيبقى شكله بالمنظر اللي هتشوفيه معايا دلوقتي ده شكله. هنزل بيه في البرطمان وهقلب الاتنين، اخلطهم كويس مع بعض بالمعلقة، وهنشوف اللبن اللي احنا حضرناه من قبل كده. ده اللبن نزلت بيه على النار، واول ما بيغلي اللبن معايا برفعه كده من على النار واحطه على النار تاني، تمام، وافضل اكرر الحكاية دي لمدة 5 دقايق بالظبط. اظبطي التايمر بتاعك على 5 دقايق. واحنا كده بنعمل ايه؟ احنا كده بنعقم اللبن بتاعنا علشان ميبقاش فيه اي ميكروبات او فطريات تعوق معانا عمل الخميرة. بعد ما بنخلص وبعد مرور 5 دقايق باخد اللبن وهو سخن كده بيغلي، ما بسيبوش يبرد ولا اي حاجة، وهو سخن كده بنزل على الحمص والسكر بتاعي، بس انزلي برضو بالتدريج علشان البرطمان ما يفرقعش معاكي. قلبي كويس كده لحد لما السكر كده يدوب والمكونات كلها تختلط مع بعض. حطي كده زي لزقة او ستيكر علشان تعرفي مستوى الخميرة قبل ما تخمر، وتشوفي هي هترتفع قد ايه. غطيه كده بالغطا بتاعه وروحي بيه على رف المطبخ لو احنا في الصيف، ولكن لو احنا في الشتاء دفي فرن البوتاجاز 5 دقايق واطفيه، ولفي البرطمان بتاعك في قماشة وسيبيه في الفرن لحد لما الخميرة تخمر. انا عملت الخميرة كانت الساعة 4 الفجر، ودلوقتي الساعة دلوقتي 12 بالليل.
يعني كان مر على الخميرة بتاعتي حوالي 20 ساعة. الخميرة في الصيف الرينج بتاعها من 15 ساعة، يعني ممكن تخمر معاك على 15 ساعة ل 24، إنما في الشتاء بتبدأ تخمر بعد مرور 24 ساعة، لأن طبعا الجو بيبقى برد. أنا النهاردة هعمل 3 كيلو دقيق، هاخد ربعهم، ربع كمية الدقيق أعمل بيه الخميرة المتوسطة. أنا دلوقتي بعمل الخميرة المتوسطة، نزلت بخميرة اللبن في بولة كده برضو متعقمة بمية سخنة ومتنشفة كويس، ونزلت عليها بربع كمية الدقيق اللي هي 750 جرام، وهنزل بالمية بالتدريج. المية في الشتاء تكون مية من المية مية دافية، وفي الصيف تكون مية من الحنفية. نزلت كده بأول كوباية معايا، وبنزل أنا كده بالمية بالتدريج علشان العجينة ما تكلكعش معايا، ودي كده تاني كوباية وهعجن. ودلوقتي بعد ما ضفت تاني كوباية حسيت إن العجينة برضو لسه يعني تقيلة في إيدي، فهضيف كوباية كمان، دي تالت كوباية معايا، يعني توتال كمية المية اللي أنا ضفتها 3 كوبايات، يعني 750 ملي من المية. عجنت لحد لما الخميرة أخدت القوام اللي انت شايفاه دوت. وطبعا كمية المية دي بتختلف على حسب نوع الدقيق بتاعك، الفايش بيحب دقيق قوي يا جماعة. غطي الخميرة بتاعتك وارمي عليها فوطة وسيبيها على رف المطبخ. احنا دلوقتي ساعة ما خلصت الخميرة كانت حوالي الساعة 12 وربع، بعد مرور ساعتين بالظبط، يعني الساعة كانت 2:30 بالظبط، الخميرة كانت خمرت معايا. في الشتاء ممكن توصل معاكي ل4 ساعات مدة الاختمار بتاع الخميرة المتوسطة، لحد لما تبقى بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. هنبتدي دلوقتي نحضر العجينة بتاعتنا. بولة العجن بنعقمها برضو الأول بمية سخنة، بنتخلص من المية وبننشفها، وبننزل عليها كده بكوباية ب3.5 كوبايات من الحليب البلدي العادي. الحليب في الشتاء يكون دافي، وفي الصيف يكون بحرارة المطبخ. على الحليب هنزل بمعلقة ونص كده من الكركم، والكركم برضو كميته حب الرغبة، عايزاه اقل من كده واكتر من كده ده يرجع ليكي. عليهم هنزل بكوباية كاملة من السكر، وهنزل كمان بمعلقة كبيرة من معالق الأكل من الملح، وعليهم مع 4 معالق كبار من معالق الأكل من السمسم. السمسم محمص وسمسم دوت للطعم، يعني ده مش خميرة ولا حاجة، تمام. أنا مش بضيف أي بهارات للفايش، أنت عايزة تضيفي حبهان محلب براحتك، وده يرجع عليك ذوق شخصي. يعني دلوقتي هضيف السمنة، أنا عندي كوباية ونص من السمنة، مش هضيفهم كلهم، هضيف نص كوباية في الأول وكوباية آخر مرحلة في العجن. قلبت الحاجات دي كلها مع بعض، وهنزل عليهم بالخميرة المتوسطة اللي احنا عملناها وخمرناها من قبل كده. قلبي الخميرة كده المتوسطة مع باقي المكونات، وبعد كده انزلي الدقيق معاكي بالتدريج. دي أول دفعة من الدقيق، وهقلبها كده بالمضرب. بعد كده هنسيب المضرب ده خالص ونضيف باقي كمية الدقيق. وهنا بقى هبدأ أعجن بإيدي. على الدقيق هضيف 2 معلقة صغيرين من البيكنج باودر، بيدوا هشاشة حلوة للفايش. وابدأي بقى أعجني بإيديكي. وعجينة الفايش يا جماعة بتبقى عجينة متماسكة، هوريكي قوام العجينة. وعاوز أقول برضو إن الفايش بيحب دقيق قوي، يعني لازم يكون دقيق مخبوزات أو دقيق قوي. زي ما انتم شايفين معايا العجينة ملزقة وسايبة اثار في ايدي، وده مش مطلوب. اللي مطلوب في عجينة الفايش انها تسيب الطبق وكمان تسيب ايدي، ما تسيبش اثار في ايدي. فانا هضيف شوية من الدقيق لحد لما اظبط قوام العجينة، وهتشوفوه معايا دلوقتي. المفروض ان انا بعد ما بخلص عجن ايدي بتبقى نظيفة جدا وكأنها مغسولة، ما تسيبش اي اثر، العجين ما يسيبش اي اثر في ايدي. ادي ايدي زي ما انتم شايفين كده نظيفة، انا ما غسلتهاش خالص. وادي قوام العجينة، بصوا كده مش لازقة في الطبق ولا حاجة. عجينة الفايش بتبقى عجينة متماسكة. واخيرا هضيف بقى باقي السمنة اللي هي الكوباية اللي عندي اللي في الاخر، وهفضل بقى كده اعجنها لحد لما السمنة تختفي خالص ومبقاش ليها اي اثر. الاول بتفصل العجينة معايا، ده عادي جدا. كملي عجن لحد لما العجينة تمتص كل كمية السمنة. انا هنا خلصت وغطيت العجينة بتاعتي، بعد مرور ساعتين بالظبط الفايش بتاعي خمر وبقى بالمنظر ده. بسم الله ما شاء الله، الخميرة ناجحه 1000000%. هنبتدي دلوقتي نشكل الفايش بتاعنا على الصاجات. الصاجات برضو لازم تتعقم وتتنشف كويس جدا. بدهن الصاج بتاعي بشويه كده من السمنه، وببتدي بقى اصبع، بلي ايدي كده بالسمنه، وباخد قطعه من العجين. حجم صابع الفايش بيبقى على حسب ذوقك، عايزاه كبير، عايزاه صغير او طويل او قصير او تخين او رفيع، زي ما انت عايزه. بتبدأي تمسكي القطع كده وتكوريها ما بين ايديكي كده، بتصبعيها وبتمسكي كده شوية من السمنة، بتدهني صابع الفايش كده داير ما يدور بالسمنة، علشان لما تيجي تفصصيه تفصص معاكي بمنتهى السهولة، ما يبقاش
صوابع الفايش جنب بعض تلزق في بعض وكأنها عجينة واحدة. خلصي كل الصاجات بتاعتك. انا هنا خلصت الكمية دي، ادتني 3 صاجات، مقاس الصاج 30 في 30. هسيب الصاجات دي تخمر برضو على جنب، بس اهم حاجة ما تسيبيش اي فراغ في الصاج. يعني زي ما انت شايفة كده المكان الصغنن دوت، انا ضفت عليه يعني حطيت له كده 2 صباعين صغننين علشان الفايش معانا بيسيح يا جماعة. بعد ما خمر الفايش بتاعي بسخن الفرن كويس جدا، انا خبزت في فرن الغاز، بسخنيها الاول لمدة 5 دقايق على نار عالية، بعد كده بتهدي النار بالشكل اللي انت شايفاه دوت على الجوانب ومن تحت برضو بتهديها، وتحطي الفايش فيها، بيفضل في الفرن دي بياخد معايا مدة الخبز بتكون حوالي ربع ساعة بالظبط. تفضلي تدياري بقى في الصاج بتاعك علشان ياخد تسوية مظبوطة من كل النواحي، وده شكله بعد ما خرج معايا، شكله في منتهى الجمال. لو هتسوي في فرن البوتاجاز بتشغليها لمدة نص ساعة على أعلى حرارة، وبعدين بتدخلي الصاج بتاعك لمدة ربع ساعة على أعلى نار، وبعد كده بتهدي النار على 180 بتخليها متوسطة، وبياخد معاكي كمان تلت ساعة. يعني توتال مدة الخبز في فرن البوتاجاز بيكون 35 دقيقة. الفاش يا جماعة بيحب نار عالية، أهم حاجة النار تكون عالية، وبصراحة التسوية في فرن الغاز بتبقى خرافية بالشكل اللي انت شايفاه دوت. بتسيبي الفايش بتاعك بعد ما بيخرج من الفرن بيهدى كده ويبرد وتفصصيه، وبتسيبيه كده يبرد خالص، بعدين بترصيه تاني في الصاجات بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبتدخليه على مرحلة التحميص. مرحلة التحميص بقى علشان يطلع معاكي متحمص كويس واخد لون كويس ومش متحروق وقلبه طري، بتبقى على نار هادية جدا، والنار تكون شمعة بالمنظر اللي انت شايفاه دلوقتي. هو بياخد وقت شويه في مرحله التحميص، ولكن اصبري عليه علشان تاخدي اللون الجميل اللي انت شايفاه دوت. بعد ما بنخرجه بنسيبه يبرد، وبعد كده بنرصه بقى في علبه بلاستيك وبنقفل عليه، والتكليب الف هنا وشفا. يا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه، وكمان فعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. واشوفكم على خير قريب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.